البراس نتاعو باسكو يعرفوا لي مونسيريو وكذا امبوسيبل يغيب. سقس اصحابه قال لهم كيفاش ما جاش، يعني بيزار عبد الجمال ما يجيش، هذه حاجه جامي تجرى. دونك قال لهم كان واحد من اصحابه روح شوفوا طلعوا عليه، راحوا هما زوج وجابوا الكوليكاتور نتاعو، راحوا داروا اللي معاه في الدار، حلوا الدار، دخلوا كي دخلوا لا شومبر نتاعه ولقاوه طايح في الارض متوفي. ومن بعد داوها اليوم، عملوا ليه اليوم عملوا الاوتوبسي. نهايه ماساويه للطبيب المقيم بمستشفى وهران جمال عباش. جمال لم يكن يدري، وربما كان يدري بأن نهايته اقتربت، فخط رسالة مفتوحة للسلطات بعد أن أغلقت الأوضاع المهنية المزرية في وجهه كل الأبواب. قولوا لهم تبا لكم لسنا عبيدا، إلى كل من يجبرنا على العمل كل أيام الأسبوع تبا، لكن قدر إجحافكم، قدر أنانيتكم، وقدر عدم تكويننا، قدر إحساسنا بالمسؤولية واحتمالنا وقلقنا مقابل تجاهلكم ولا مبالاتكم، تبا لكم طوال أيام الحياة. حتى العبيد يريحونهم، قولوا لهم أتعبتمونا، أهملتمونا، لما نتحمل أعباء المناوبة وحدنا وتنامون في بيوتكم، ولما يلوح الصباح تظهرون كمن يهتم لنا بانتقادنا بعدما أكملنا الإنهاك. أيتها المخلوقات المتوحشة والأنانية والمتعالية، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو صورة وروح من الطيبة والنشاط، صديق المرضى، يسهر لأجلهم، ويشقى ابن بلدية عموشة بسطيف ذي 33 سنة. كان أول فرحة دخلت بيت أبويها، وهو أول حزن يخيم على أهله وزملائه الأطباء. عباش جمال ريزيدون معنا وطبيب مقيم في المستشفى الجامعي بن زرجب وهران، كان سن طبيب للناس كلها تذكر فيه بالخير، والناس ملاح وحبيبنا، والناس كلها تذكر فيه بالخير، يعني حبيب المريض وحبيب الصديق وحبيب الطبيب. حلم بالمئزر الأبيض، لكن نهايته كانت بلون السواد. غادر جمال وترك خلفه الأسئلة والأحزان.